معانا الدكتور أشرف محمد، رئيس قسم السيناريو في معهد السينما. ومساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا بيك يا فندم. حضرتك منور برنامج فضفضة مع روبير، ومعاك الأستاذ الكبير جمال عبد الحميد والأستاذ المدير الفني أستاذ نهاد حلمي. أهلا وسهلا، أهلا بيك، كل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة وأنت طيب يا دكتور. تحب تقول إيه لجمال بيه يا فندم؟ ألو؟ ده صديق. ايوه يا فندم، معاك يا فندم. ده صديقك. صديقي. ده صديقك. صديقي. طب احنا بنتكلم على الفن ما بين الماضي والحاضر، انت حبيب. شايف الفن ايه دلوقتي يا فندم؟ والله الفن ابن عصره، كل فن او كل عصر وليه الفن بتاعه. ابن عصره. ده حلو قوي. سيناريو. سيناريو يعني. ابن عصره. اتفضل. معرفش حضرتك سامعني كويس انا ولا سامعك كويس جدا، ده انت احسن مداخله، اتفضل يا فندم. فبقول لحضرتك ان كل وقت وليه بيفرز فن في كل المجالات، يعني في الاخراج وفي التمثيل وفي الاغنيه وفي الصحافه وفي المسرح. فعايز تعرف العصر، يشوف الفن والافراز بتاعه عامل ازاي، تعرف انت في انهي عصر. ما دي كلمه كبيره قوي، انت لو قلت كده يبقى احنا عصر مش انهيار قد كده او انهيار زي ما بيقول الاستاذ. لا لا، مش معناها كده يعني. بص حضرتك، اصل اللي موجود على الساحه دلوقتي كله ضرب. معنى كلام حضرتك ان الفن كله اللي بيقدم فن سيء، انا ما اقصدش كده. انا في اعمال جيده وفي اعمال مش لا ترقى الى المستوى بالظبط، يمكن بس الـ الكم هو اللي بيفرق يعني. يعني احنا لو بصينا عن زمان ودلوقتي للامانه يعني نشوف ان المحتوى كان قوي جدا، رغم ان الاداء او المعده اللي كان بيقدم بيها الفن كانت اقل تطورا. دلوقتي المعده تطورت جدا، بس يعني بدليل الصوره اللي بنشوفها والاعمال الفنيه اللي بنتفرج عليها، بس لما تيجي نبص على المحتوى اللي فيها نلاقيه شويه ضحل شويه. فده فرق عصر وفرق صناع عمل وثقافه وحاجات كتير. ده احد اهم السيناريستات اللي موجودين في مصر. دكتور اشرف واحد من اهم السيناريستات اللي موجوده في مصر. مصر. وده راي يخض يعني. لا هو ده عقليه. ما هو ده ما هو لا ما هو برضو احنا كده يعني، احنا عايزين نرتقي. احنا كل اللي اتقال لو احنا خدنا الكلام وغربلناه، احنا دلوقتي عايزين نرتقي فنيا يا فندم. وانتم صناع السينما يا فندم، ده انت حضر. انا قاعد مع قامات، انا قاعد مع قامات. الدكتور اشرف واخد جوائز كتير جدا. طب احنا نعمل ايه؟ طب ما انا مش فاهم. يوم في العيد لازم يجي. انت جاي معانا في العيد على الهوا ثالث يوم العيد مع الرئيس. اوكي استاذ جمال عبد. يشرفني يا فندم، يشرفني. انا شاكر لحضرتك، كل سنه وانت طيب يا فندم. شكرا.